السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السنة الرابعة قسم إذاعة وتلفزيون مادة تكنولوجيا الاتصال، أهلا بكم في محاضرة المراجعة الصوتية اللي هتصحبها بإذن الله نماذج من أساس المراجعة اللي بعتقد أنكم لازم تهتموا بيها. في الحقيقة المراجعة بتاعتي هتحتوي على إرشادات ازاي نجاوب اسئله الامتحانات بشكل متميز. اول حاجه، احنا الاسئله هيطرح فيها نوع من الاختيارات، يعني هنختار ما بين اسئله شكلها كله تقليدي. قبل الاختيار اقرا الاسئله بتمعن، اي سؤال مش فاهم فيه حته ما نختاروش، على اساس ان احنا نجاوب بوضوح على الاسئله الواضحه بالنسبه لكم، بإذن الله تكون كل الأسئلة واضحة. بعد ما اختار الاختيار الأولي للأسئلة اللي أنا هختارها للإجابة، أعمل مسودة في نهاية الكراسة، أضع في هذه المسودة لكل سؤال إجابة بترتبط بمقدمة بسيطة مشتقة من رأس السؤال من معلوماتك العامة في الموضوع المطروح للتساؤل، ثم عناصر الإجابة الرئيسية، وضع خاتمة إذا كان في تعبير عن رأي أو أي شيء. مراجعتي في الحياة ليكم هتكون مبنية على إجابات بقترحها باختصار، خلي بالكم باختصار، لهذه الأسئلة، لكن من الممكن أن نضيف إليها، ومن الممكن أن نبدي وجهة نظرنا اللي ممكن تختلف مع وجهة نظري، وده شيء طبيعي، بس المهم لما نبدي وجهة نظر نبرر وجهة النظر دي. أول سؤال أنا بضعه ليكم سؤال تقليدي وبسيط جدا سردي معلوماتي، بيقول: تتبع باختصار الثورات الرئيسية في تاريخ تكنولوجيا الاتصال البشري موضحا أبرز مبتكرات هذه التكنولوجيا. السؤال مفتوح، عايز المحطات الرئيسية أو الثورات الرئيسية اللي طورت من عمليات الاتصال في على مستوى العالم. انا قلت قبل كده في المحاضرات السابقه دي مشروحها سابقا في باوربوينت دعمها، ان اول ثوره في الحقيقه هي ثوره الكتابه، تحويل اللغه المنطوقه الى لغه مكتوبه. ليه؟ لان الثوره دي معناها ببساطه جدا الحفاظ على الحضاره البشريه وتطويرها ونقلها من مكان لاخر ومن زمن لاخر. الكتابه تحفظ المعلومات والثقافه والابتكارات البشريه، والكتابه ببساطه جدا هي رموز اتفق عليها للتعبير عن المعاني ببساطة. أول ثورة ثورة الكتابة. تاني ثورة أنا بعتقد إنها ثورة المطبعة. يوحنا جوتنبرج لما قدم للبشرية المطبعة سنة 1450 1452 قدر في الحقيقة يطور من عملية الكتابة، بدل الكتابة بخط اليد أو بالنسخ أو على زرار معابد أو على الورق، خلى الكتابة عن طريق طابعة، مطبعة، كباس، مش كده سموها بريس. هذا الكباس وضع فيه الحروف مقلوبة وقدر يضعها على الورق معدولة. الكتابة هي اللي صنعت الصحافة المقروءة، الصحافة قبل ذلك لم تكن صحافة كتابية مباشرة عن طريق المطبعة، إنما كانت الصحافة بالكتابة بخط اليد، سواء كان عن طريق أوراق زي أوراق البردي أو على جدران المعابد أو على الصخور المختلفة. تالت ثورة في الحقيقة ثورتين في آن واحد، ثورة تكنولوجيا الصورة وثورة تكنولوجيا الصوت. وقبل ما نتكلم عن ثورة تكنولوجيا الصورة والصوت، لازم نقول إن الاختراعات الحديثة بدأت باختراع مهم جدا، هو التلغراف. والتلغراف نوعين، بدأ تلغراف سلكي يعني الإشارة الصوتية تنتقل عبر أسلاك، وارتبط ده في الحقيقة بتطور صناعة القطارات للإبلاغ عن وصول قطار أو تحرك قطار من محطة لأخرى. وأيضا تحول هذا الاختراع من تكنولوجيا سلكية إلى تكنولوجيا لاسلكية عن طريق التلغراف اللاسلكي، ونفس فكرة التلغراف ولكن بدون أسلاك،
وده في الحقيقة مهد للاتصال اللاسلكي عن بعد باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية. اكتشاف هذه الموجات طور عملية الاتصال البشري بشكل عام، وده كله في الحقيقة كان في القرن 18 و19. أيضا التلغراف اللاسلكي مهد لظهور الراديو. الراديو أقوال كثيرة عن تاريخ أول راديو أو أول اتصال بالموجات الكهرومغناطيسية عن طريق أجهزة الراديو التقليدية. من أول 1895 لغاية 1915 كلها تتكلم عن نشأة الراديو، لكن بالحقيقة أنا عايز أقول إن ماركوني أول واحد اهتم بصناعة أجهزة الراديو سواء استقبال أو إرسال، وقدر يفتح مصانع في هذا الموضوع. وبالتالي احنا بنعتقد ان ماركوني له الفضل الكبير في تطوير الراديو، ليس في اختراع الراديو في حد ذاته انما في تطوير الراديو. اول محطة اذاعية منتظمة في العالم كانت ظهرت بوضوح وليها برنامج واضح 1920 في الولايات المتحدة الامريكية، كان اسمها KDKA. وبعد ذلك توالت المحطات الإذاعية سواء الدولية أو الداخلية أو المحلية. في مصر عندنا الراديو ظهر سنة أقوال مختلفة أيضا، من يقول 23 1923 أو 1925 أو 1927 أو حتى 1929. المهم أن الحكومة المصرية وحدت كل أجهزة الراديو الخاصة إلى جهاز راديو حكومي عن طريق شركة ماركوني سنة 1934. يعني افتتاح الراديو المصري الحكومي ذو البرنامج المحدد والمواد المحددة كان 1934، مايو 1934. في نفس الإطار وفي نفس الفترات تقريبا ظهرت الكاميرا الفوتوغرافية 1830، وتطورت إلى كاميرا السينما 1895 على يد الإخوة لومير، اللي عرضوا أول صورة متحركة استغرقت دقائق عن طريق فيلم تسجيلي لخروج العمال من المصنع ودخول قطار المحطة. مجموعة أفلام صغيرة عرضوها على مشاهديها في إحدى المقاهي بباريس، وأثارت نوع من الضجة الضخمة بين الجمهور المشاهد. السينما تطورت بعد ذلك إلى سينما روائية وليست تسجيلية فقط لا غير في القرن العشرين، ثم تحولت إلى السينما ذات فترة زمنية طويلة في العرض وإمكانية إدماج الصوت مع الفيلم السينمائي، يعني الصوت بيسجل منفصل عن الصورة السينمائية. وبعدين ظهرت السينما الملونة، وهكذا تطورت السينما إلى بانوراما سينما، ثم إلى أخيرا إلى السينما الرقمية اللي هي في إطار الثورات الأخيرة. التلفزيون لم يظهر إلا بعد الإذاعة بسنوات قليلة. 1926 عملوا تجربة لنقل الصورة البشرية من مكان إلى آخر. لوجي بيرد قدر في الحقيقة إن هو يعمل هذه التجربة ونجح فيها بالفعل، وانتقلت السينما مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، كما انتقل إليها أيضا التلفزيون، لأن أوروبا كانت بتعاني من نتائج الحرب العالمية الأولى، وكان في بدايات لحرب عالمية تانية، وبالتالي اقتصادها كان ضعيف، وتطوير الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة كلها كان يعتمد على اتصال قوي، على اقتصاد قوي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت مرشحة كدولة وليدة وقوية في بدايتها وحتى الآن إلى وجود هذا الاقتصاد القوي الذي يمكن أن يطور التكنولوجيا العالمية في مجال الاتصالات. المحطة اللي بعد كده في الحقيقة أنا أعتقد إن إطلاق الأقمار الصناعية، اختراع الكمبيوتر، الاتنين مع بعض كانوا بمثابة المحطة القافزة للاتصال من عهد إلى عهد أو من عصر إلى عصر. إطلاق الأقمار الصناعية صنع كما قال مكلوهان القرية العالمية. أصبحت الأقمار الصناعية وسيلة لنقل المعلومة بكل أبعادها الصوتية والبصرية والمعلوماتية بشكل عام من مكان إلى آخر على وجه الأرض بسرعة
وفي الل... واستووا في اللحظة. الكمبيوتر قدر يطور الاتصال البشري من اتصال تناظري يعتمد على الإشارة الكهربائية المباشرة إلى اتصال رقمي يعتمد على تحويل كل الداتا سواء صورة أو صوت أو ما إلى ذلك إلى أرقام يفهمها الكمبيوتر، وبالتالي أصبح الكمبيوتر دخل كبير في التحرك لمنتج ما يقدم له من صور أو معلومات أو أصوات، وأيضا التغيير والإضافة والحذف وإدخال المؤثرات. يعني أصبح الكمبيوتر في الحقيقة مثابة استوديو متكامل للمونتاج وأيضا لنقل المعلومات. ولما دخلنا الكمبيوتر مع الأقمار الصناعية أصبح هناك وسيلة فعلا لنقل المعلومات الممنتجة والمعلومات الجاهزة وكل أشكال المعلومات كل أشكال الداتا من مكان لآخر على وجه الأرض. ده صنع في الحقيقة ثورة عالمية في مجال المعلومات، مش بس في مجال الاتصال، وأصبحت المعلومات ليست حكما على مكان واحد أو وقت واحد. تكنولوجيا الاتصال البشري تخطت مرحلة الكمبيوتر والأقمار الصناعية إلى مرحلة أخرى في الحقيقة كبيرة جدا عن طريق الرقمنة. الأقمار الصناعية بدأت تناظرية، كان القمر الصناعي بينقل 30-40 محطة فقط تلفزيونية. الآن أصبح القمر الصناعي بينقل مئات بل ربما آلاف المحطات التلفزيونية عن طريق الضغط، برامج الضغط الرقمي، وعن طريق الفكرة الرقمية أو الصورة الرقمية أو التكنولوجيا الرقمية. هذه التكنولوجيا الرقمية صنعت الآن حكومات إلكترونية، مصانع إلكترونية، مؤسسات إلكترونية بتعمل بتكنولوجيا الأرقام. التكنولوجيا الرقمية صنعت عالم حقيقي وصنعت عالم افتراضي، وتداخلت العوالم في إطار التكنولوجيا الرقمية. صنعت الإنترنت، وكان الإنترنت ثورة في حد ذاته عبارة عن تزاوج حقيقي ما بين الكمبيوتر وتطوراته والأقمار الصناعية وتطوراتها. وأصبح الآن لا يمكن لأي حكومة أو لأي شخص أن يستغني عن استخدام الإنترنت. ثورة المعلومات وثورة التكنولوجيا الاتصال أصبحت ثورة مشتركة، ثورة كبيرة. ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ هذا لا ندري بعد، لكنه يمكن أن نتصوره أن الروبوت هيشتغل مكان البشر في الأعمال الخطرة أو الأعمال اللي هي ما تناسبش البشر، أن هيبقى فيه بطالة، أن هيبقى فيه إنجازات ضخمة في توفير الوقت والجهد. حاجات كثيرة ممكن أتوقعها من تطور آخر أو صورة أخرى في تكنولوجيا الاتصال، لكن في الحقيقة أنا بقول بوضوح أن التقدم التقني والتكنولوجي والهندسي في مجال أدوات الاتصال الهاردوير أو السوفتوير برامج التشغيل أو الطرق لاستخدام المود فيوز صنعت في الحقيقة وهتصنع باستمرار تقدما يفوق بمراحل التنظير له. ده ملخص بسيط جدا للسؤال الأولاني. هنتبع بأسلوبكم انتوا بطريقتكم انتوا ومعلوماتكم انتوا تاريخ الثورات الاتصالية في مجال تكنولوجيا الاتصال. السؤال الثاني في الحقيقة بيقول في ضوء دراستك لتكنولوجيا الاتصال بين قوسين هاردوير سوفتوير طرق الاستخدام، يعني تكنولوجيا الاتصال بما فيها الهاردوير الأجهزة سوفتوير البرامج طرق الاستخدام. احنا قلنا من طرفين، طرف القائم بالاتصال والطرف الثاني الجمهور. ناقش أهم النتائج التي توصلت إليها في إطار الورقة البحثية أو البانر الذي قمت بإعداده، ووضح أهم التوصيات التي تقترحها. في الحقيقة السؤال ده سؤال أسهل سؤال يمكن في الأسئلة، لأنه مرتبط بشغل عملي أنت عملته بالفعل في أعمال السنة. عملت أبحاث جماعية ميدانية أو أبحاث فردية نظرية أو بانرز. سواء عملت كده أو ده أو ده، أنت ممكن تقول لي في الحقيقة أهم النتائج اللي توصلت إليها اللي انت كاتبها ووضعتها في الحياة في نتائج البحث او في البانر، وتقول لي اهم التوصيات التي تقترحها بشكل فردي او تقترحها المجموعة ككل اللي كان في البحث الجماعي. يعني سؤال مرتبط في الحقيقة بالجزء التطبيقي اللي اخدناه في المادة. السؤال الثالث بيقول اشرح باختصار منظومة الاتصال الفضائي.
اشرح باختصار منظومة الاتصال الفضائي. في الحقيقة لما بنتكلم عن الاتصال الفضائي بيتكلم عن 3 عناصر. أول عنصر الإرسال، تاني عنصر القمر الصناعي في حد ذاته، تالت عنصر الاستقبال. أول حاجة زي ما قلنا هنكتب مقدمة عن أهمية الاتصال الفضائي، 4 5 سطور المقدمة. بعد كده ندخل في عملية الاتصال. عندي برامج محطة تلفزيونية فضائية بتسري في البداية كأي محطة تلفزيونية تقليدية عادية، لكن الاختلاف بيأتي من عملية نقل أو البث. في بث أرضي المحطات الأرضية، وفي بث فضائي المحطات الفضائية. ببعت أنا برامجي التلفزيونية المرتبطة بالبرنامج اليومي الى محطة الارسال التي الارضية للقمر الصناعي. عندنا في النايلسات في 3 اماكن لمحطات الارسال الارضية، من ضمنها واحدة في اكتوبر، والتانية في لبنان، والتالتة في بريطانيا. القسم الهندسي في المحطة الفضائية بيبعت المادة التلفزيونية او البرامج التلفزيونية الى محطة الارسال بناء على اشتراك مسبق أو حجز مكان مسبق في فضاءات القمر الصناعي. تصل للمحطة الأرضية البرامج طبعا بشكل هندسي في إطار موجات، قد تكون موجات الميكرويف. ثم من المحطة الأرضية بيبقى في أبلينك، موجة صاعدة تضم المحطات التلفزيونية الفضائية المختلفة اللي بيرتبط بها القمر الصناعي الى القمر الصناعي. القمر الصناعي في النقطة التانية بقى هيستقبل الموجة الفضائية اللي جاية من المحطة الارضية بالاب لينك في الرابط الصاعد، ويقويها ويدعمها، ثم يعيد ارسالها الى منطقة جغرافية على سطح الارض هو يغطيها، قد تكون ربع او تلت سطح الأرض اللي هي المنطقة اللي بتبرز قدرته على التغطية. وكل قمر صناعي له منطقة جغرافية يقوم بتغطيتها. يعني كمثال القمر الصناعي المصري نايلسات بيقوم بتغطية منطقة الشرق الأوسط والخليج وبعض دول جنوب أفريقيا. طبعا هذه التغطية ربما تختلف في لحظة من إلى أخرى بناء على ظروف الجو وعملية الرطوبة وما إلى ذلك. في الجودة طبعا. القمر الصناعي بعتبره ريلي ستيشن، محطة تقوية، ياخد الموجة زي ما قلنا ويقويها ويدعمها ويعيد ارسالها. فقط هو وسيط لنقل الموجة الفضائية من محطة تلفزيونية الفضائية الموجودة على سطح الارض الى الاف او ملايين اجهزة الاستقبال اللي ممكن تستقبل هذه الموجة الصاعدة من محطة فضائية الى القمر الصناعي. القمر الصناعي به أجهزة متعددة لتقوم بهذه العملية، ونتحكم فيه في الحقيقة تحكم أرضي. بعد كده الجزء الثالث في عملية منظومة الاتصال الفضائي هو الجزء الأرضي، جزء الاستقبال. زي ما قلنا في أبلينك في داونلينك. الموجة الأبلينك والداونلينك هي موجات مايكرويف أيضا. هذه الموجات اللي احنا وقويناها ودعمناها بتنزل مرة تانية الى سطح الارض، احنا قلنا الى ملايين من اجهزة الاستقبال الارضية. اللي يستقبل اول حاجة الدش، الطبق اللي ممكن تختلف احجامه طبعا او اقطاره على حسب عدد الاقمار اللي انا عايز استخدمها، وعلى حسب المسموح لي باستخدام القطر المناسب في دولة معينة. الداون لينك موجة مايكرويف هتصل للطبق اللي ان بي هيعزل منها الشوارد، يعني هياخدها كموجة صافية يصفيها ونقيها ويحولها الى سلك اللي احنا بنسميه كوأكسيال كيبل او السلك المحوري. هذا السلك متصل بجهاز الاستقبال او الريسيفر او الديكودر، كلها مسميات واحدة. جهاز الاستقبال او الريسيفر هياخد هذه الموجة ويفرزها، وعن طريق البرمجة بقى ممكن تختار المحطات اللي انت عايزاها وترتبيها على حسب الافضلية، وبعدين يبعتها بموجة اخرى
الى جهاز الشاشه او جهاز التلفزيون، اما يكون عندي مونيتور شاشه عرض او عندي تي في سيت او جهاز تلفزيون، ده او ده هيشتغل، لان اللي واصله ما بين الرسيفر والجهاز اللي قدامي واصله سلكيه، وبالتالي ليس شرطا ان يكون جهاز تلفزيون كامل بتيونر كامل، انما ممكن يكون جهاز تلفزيون غير كامل بمعنى شاشه فقط لا غير، بس المهم يكون فيها مداخل دخول الصوره والصوت. هذه الشاشة تقوم بعرض المادة التلفزيونية المرسلة من محطة سين أو صاد أو عيد بناء على اختياري أنا من خلال الريسيفر على قناة معينة أو على شاشة معينة في التلفزيون. وظائف الريسيفر على وجه التحديد هي أولا استقبال الموجات الفضائية وفرزها وترتيبها وتنسيقها وصناعة الفيفوريتس أو البرامج المفضلة وإمكانية التسجيل وإمكانية الاختيار ما بين الصوت الإذاعي أو المحطات الإذاعية والتلفزيونية وهكذا، كل ما يمكن إحنا نتكلم فيه يقوم به الرسيفر بيقوم به الرسيفر، عبارة عن حلقة وصل أساسية ما بين الطبق وما بين جهاز التلفزيون أو جهاز المونيتور. ويتم بالطريقة دي في الحقيقة عملية الاستقبال التلفزيوني عن طريق القمر الصناعي للقنوات الفضائية. السؤال الرابع بيتكلم عن المكونات الأساسية للقمر الصناعي وأنواعه ومزايا الأقمار الاتصالات، أعتقد برضو سؤال سهل وهنتكلمنا فيه في المحاضرات في الفترة اللي هي خدنا فيها محاضرات، وأن المكونات الأساسية للقمر الصناعي تختلف في مكونات أساسية وفي مكونات إضافية. المكونات الإضافية تختلف من قمر إلى قمر على حسب وظيفته أو استخدامه، لكن المكونات الأساسية تقريبا هي ثابتة. قمر الصناعي عبارة كأنه غرفة بها مجموعة من الأجهزة ليها جناحين. الجناحين دول أول حاجة كمكون رئيسي بيبقى فيهم عنصرين أو تلات عناصر مهمة. أول عنصر أرايل هوائيات تستقبل وترسل الإشارات. أول إشارة للقمر الصناعي أو أهم إشارة هي إشارته للتواصل مع المحطة الأرضية عشان نقدر نتحكم فيه أو نصلح أي خلل بيه. تاني إشارة هي إشارات التي تنقل الداتا المعلومات سواء بصرية أو صوتية أو المكتوبة. أي معلومات بتنقل بتبعتها محطات أرضية فضائية يمكن أن يستقبلها القمر الصناعي عن طريق هذه الهوائيات كإشارات كهربائية مغناطيسية بنسميها الميكرويف. القمر الصناعي في اللحظة دي في الحقيقة عن طريق الهوائيات بيضمن وصول الداتا إليه لكي يقوم بعد كده أجهزة فيه بتكبيرها وتسجيلها وتنقيتها والتقوية طبعا، ثم الإرسال إلى الأرض من جديد. إذن الهوائيات رقم واحد أو الأرايل. تاني حاجة ترانسبوندرز لأجهزة الاستقبال داخل القمر الصناعي. هوية دي مرتبطة بترانسبوندر جهاز إرسال واستقبال الإشارة التلفزيونية الفضائية. مع ترانسبوندر في الحقيقة بيبقى فيه كمبيوترات طبعا بلا شك عشان زي ما قلنا تسجل وتصلح وتعدل وتعمل أشياء كثيرة جدا للموجة الفضائية الصاعدة اللي هي مايكرويف. تالت حاجة كاميرات خارجية وداخلية. كل الأقمار الصناعية فيها كاميرات لأن الكاميرات بتنقل صورة داخلية للقمر أو صورة خارجية خارج القمر إلى محطات أرضية وممكن ترشدها إلى أي عيوب أو أي مشكلات أو أي ظروف يواجهها القمر الصناعي. كاميرات مهمة جدا لأن عيون المحطة الأرضية في الفضاء. نمرة أربعة مش عارف ولا إيه، إحنا بنقول لابد يكون في مصادر الطاقة. أول مصدر للطاقة هو الطاقة المخزنة في القمر الصناعي عند إطلاقه، طاقة الوقود. تاني مصدر الطاقة الطاقة الكهربائية، ودي في الحقيقة بيولدها القمر الصناعي بنفسه عن طريق خلايا ضوئية موضوعة بكثافة على سطح القمر الصناعي أو على جناحين القمر الصناعي. التقت
الضوء الشمسي ويحوله إلى كهرباء وتختزن فيه بطاريات ضخمة أو بنوك طاقة ضخمة داخل غرفة القمر الصناعي، اللي هي في الحقيقة ممكن تكون أنواع زي ما قلنا كتيرة متعددة وأوزانها متغيرة. يعني ممكن تبقى قمر صناعي في حجم الغرفة الصغيرة أو قمر صناعي في حجم العمارة الكبيرة أو أكبر. الهوايات بتشتغل في الإرسال والاستقبال. دي مكونات أساسية، لكن ممكن تختلف الأقمار الصناعية طبقا لأنواعها. أنواعها متعددة في الحقيقة، في أنواع من الشكل الهندسي وفي أنواع من الناحية الوظيفية. أنا هتكلم عن أنواع من الناحية الوظيفية. إذا كان القمر الصناعي هنا قمر علمي، إذا ارتباطه بالأجهزة العلمية المفروض يحتويها، يعني قمر التجارب العلمية مثلا في مجال الكيمياء، كل كأنه معمل كيمياء داخله، داخل الغرفة بتاعته. في مسائل الفيزياء نفس الكلام، في أي مجال مرتبط بالأجهزة المطلوبة في تخصص هذا المجال. احنا ممكن نصنع أدوية في الفضاء عن طريق أجهزة معينة في القمر الصناعي الخاص بالكيمياء مثلا. يعني القمر الخاص بالطقس عليه انه يرصد الأحوال الجوية ويتنبأ بيها، وبالتالي الكمبيوترات وأجهزة الرصد المختلفة والحساسة واللي بتقيس الحرارة وتراقب الفضاء الخارجي بتلعب دور خطير جدا في إعطائنا معلومات عن الطقس. أقمار الجي بي اس اللي بتحدد المواقع، الأقمار العسكرية، ودي أنواع مختلفة ومتعددة وفي الحقيقة خطيرة جدا، لأنها ممكن توجه المعارك العسكرية وتعطي الأفضلية لبلد متقدمة تكنولوجيا في مجال الأقمار الصناعية عن بلد آخر غير متقدم تكنولوجيا. بالإضافة أنها بتشتغل كلها في إطار أما توجيه السلاح أو القنابل أو الصواريخ أو تجسس، وبالتالي لابد أن تكون مزودة بكاميرات حساسة جدا وأجهزة صوتية حساسة جدا لتنقل صور وخرائط إلى المحطات الأرضية المرتبطة بها، وهكذا أنواع كثيرة للأقمار الصناعية. هنتكلم عن النقطة الثالثة في السؤال، مزايا أقمار الاتصالات. أنا هنا بتكلم بالذات عن مزايا أقمار الاتصالات، يعني مش كل الأقمار، مزايا أقمار الاتصالات. مزايا متعددة بتجتاز، كلكم عارفينها، موجودة في كتاب الدكتور حسن، إنها تجتاز الأماكن والجبال والظروف الطبيعية والتضاريس وما إلى ذلك، بالإضافة إنها بتعمل في كل أنواع الطقس، بالإضافة إلى إنها توفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى إنها ممكن تنقل الداتا في جزء من الثانية بكل أنواع الداتا، سواء داتا محطات الأقمار، المحطات التلفزيونية الفضائية، أو داتا المحطات الصوتية أو الإذاعية الفضائية، أو داتا المرتبطة بالجرائد أو طبع الجرائد في مناطق أخرى في العالم، أو داتا المرتبطة بنقل معلومات الإنترنت، أو داتا المرتبطة بالتليفونات بغض النظر عن تليفون دي كانت أرضية أو تليفونات محمولة اللي هي الموبايلات. مزايا كتيرة في الحقيقة، أنا بسط بعضها فقط لا غير. كده يبقى كوننا فكرة واضحة إلى حد ما عن المكونات الأساسية للقمر الصناعي وأنواعه ومزايا أقمار الاتصالات. السؤال الخامس بيقول، ناقش أنواع الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني. الحقيقة برضو فكرة عن الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية تم اكتشافها في القرن 18 وبدأ استخدامها في الحقيقة في القرن 19 بشكل واضح. يعني هي عبارة عن موجات تجمع ما بين خصائص الكهرباء والمغناطيس، واستخدموها في البث الإذاعي في نقل الصوت من مكان إلى آخر عن طريق تحويل الصوت البشري اللي هو بيمشي بسرعة تقليدية حوالي 400-340 متر في الثانية إلى موجة تسير بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانية. لما بتسجلي أو بتسجل أنت صوتك على باستخدام ميكروفون بيقوم بتحويل الذبذبات الصوتية التقليدية اللي هي عنوانها 340 متر في الثانية إلى موجات كهرومغناطيسية ضعيفة بتسر عبر سلكين عن طريق كبسولة الميكروفون إلى جهاز التسجيل أو إلى جهاز العرض أو إلى جهاز التقوية أو إلى أي أجهزة بستخدمها عشان أسمع هذا الصوت. هذا التسجيل بينتج تغير في
صوت تغير حركي في طبلة الميكروفون زي طبلة الودن بالظبط. الطبلة بتحول هذا التغير الحركي عن طريق مغناطيس إلى ذبذبة كهربائية ضعيفة. عند إرسال هذه الذبذبة لابد ليها من موجة حاملة قوية، فجهاز الإرسال بيقوم بتحويل أو بدمج الذبذبة الصوتية أو المرئية كصورة بالموجة الحاملة في الموجة الحاملة، ويعيد البث إلى اللي هو اللي احنا بنسميه ترانسميتر، ويعيد البث إلى مناطق مختلفة بناء على طبيعة الموجة وبناء على قوة جهاز الترانسميتر. الموجات المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيون ممكن نقسمها إلى 3 أنواع. أول نوع الموجات المستخدمة في الراديو، الكلام ده موجود في مذكرات لكن احنا بنقوله باختصار في المحاضرة، ويهمني جدا الكلام اللي بقوله في المحاضرة لأن الموجات متعددة وكتيرة وأطوالها مختلفة من نوعية لنوعية أخرى بشكل كبير جدا. الموجات المستخدمة في البث الإذاعي اللي هي الراديو، قدامي في الحقيقة نوعيتين من الموجات، موجات بستخدمها بتعديل التردد أو موجات بستخدمها بتعديل الاتساع. الموجات اللي بستخدمها بتعديل الاتساع أولا يعني بتنقسم، اللي بدأ بيها الراديو بتنقسم إلى برضو نوعيات فرعية من الموجات. الموجة بتعديل الاتساع بنسميها باند، والموجات الفرعية هنسميها ويب. الـ AM اللي هي Amplitude Modulation اللي هو تعديل الاتساع ينقسم إلى 3 أقسام. أول قسم لونج ويف، الموجة الطويلة، وطول الموجة ببساطة معناها المسافة بين أي قمتين أو قاعين لنفس الموجة، ودي موجة في الحقيقة إذاعية وممكن تستخدم في استخدامات أخرى غير متصلة بالاتصال أو الاتصال الإذاعي يعني، لكن هذه الموجة إلى حد كبير موجة تصلح للمحطات المحلية أو الأماكن القريبة لأن مدى انتشارها ضعيف، وتستخدم في أوروبا وفي أمريكا. حاولنا نستخدمها في مصر وما قدرناش نستخدمها. الموجة الطويلة لونج ويف. الموجة الثانية بنسميها الميديوم ويف، ودي اللغة الموجة المستخدمة في كل أنحاء العالم للمحطات القومية. الميديوم ويف في الحقيقة هي موجة تبدأ البث بطول موجي وتردد معين، ترددها قد يصل الى من اول 520 كيلو هرتز ل 1620 كيلو هرتز. هرتز بفكركم هو الالماني اللي اكتشف الموجات وترددها سميت باسمه. هرتز هي عبارة عن الموجة في الثانية، عدد الموجات في الثانية الواحدة. لما أقول 520 كيلو هرتز يعني 520,000 موجة في الثانية. والمتوسطة تبدأ من 520 كيلو هرتز إلى 1620 كيلو هرتز، ودي موجة واضحة إلى حد كبير متميزة، غالبا بتدخل في إطار المحطات القومية زي برنامج العام صوت العرب الشرق الأوسط وهكذا، واحنا بنزق عليها محطاتنا الاساسيه بشكل اساسي، ودي بداوا بيها في الحقيقه عمليه استخدام الراديو. الموجه الثالثه هي الشورت ويف، الموجه القصيره، اللي هي في الحقيقه برضو ليها سب ويفز، ليها موجات فرعيه متعدده. الموجه القصيره ترددها ممتد شويه، بيمتد ما بين نهايه الموجه المتوسطه اللي هي 1620 الى تقريبا ما بين 26 ميجا مليون يعني الى 30 ميجا هرتز، مجال ضخم جدا، عشان كده بيقسموها الى مجموعة موجات فرعية قد تصل الى 16 موجة. ليه؟ عشان اقدر اختار المحطة الاذاعية بناء على ترددها بسهولة، وحتى لا يحدث تداخل واضح عند اختيار المحطة الاذاعية، لكن ده بيبقى مكلف، عشان كده الردوات اللي ترددها مقسم الى 16 موجة كمثال او اكتر بتبقى اغلى شوية. الموجة القصيرة هي موجة فضائية ترسل الى طبقة الاينوسفير
وترتد لتتحرك حول الأرض وتدور حول الأرض بسرعة معينة، وبالتالي ممكن تصل لأي مكان في العالم. أغلب المحطات الموجهة الدولية المستخدمة لمخاطبة الجاليات المصرية أو في أوطان أخرى، أو مخاطبة الجماهير في أوطان أخرى بشكل عام، بتعتمد على الشورت ويف في بداية البث الإذاعي. لكن الكلام ده حصل فيه تغير الآن، لأن التطور العلمي في مجال تكنولوجيا الاتصال أصبح خلى من موجات الشورت ويف إلى حد كبير بعيدة شوية عن الاستخدام في المحطات الموجهة، رغم لغاية دلوقتي موجودة. وهنقول ليه موجودة؟ لأن استخدام الراديو التقليدي في استقبال الموجات القناصية أسهل بكتير جدا من استخدام الأجهزة الأخرى. يبقى أول حاجة تعديل اتساع يشمل 3 موجات، موجة طويلة تبدأ من 150 كيلو هرتز لحوالي 520 كيلو هرتز، الموجة المتوسطة تبدأ من 520 إلى حوالي 1920 كيلو هرتز، الموجة القصيرة تبدأ من 1920 كيلو هرتز إلى حوالي 26 إلى 30 ميجا هرتز. حتى الموجة الفضائية الوحيدة فيهم تقريبا هي الموجة شورت ويف. بقية الموجات بتضعف بعد فترة معينة من بعد مسافة معينة من إرسالها، يعني غالبا اللونج ويف كيلومترات قليلة 20-30 كيلومتر، ده القطر بتاع الإرسال. الميديوم ويف قد يصل إلى 500 كيلو أو إلى 1000 كيلو، أما الشورت ويف لا، تصل لأي مكان في العالم. وعشان كده في الحقيقة يمكن أن تتداخل مع موجات أخرى تبص على نفس التردد على مستوى العالم. ولهذا صنعت المنظمات الدولية اتحاد للاتصال اللاسلكي عمل نوع من توزيع هذه الموجات على دول العالم لاستخدامها في أوقات مختلفة وبزوايا مختلفة حتى لا يحدث هذا التداخل، لتنظيم عملية استخدام الموجة الدولية اللي هي شورت ويف. السؤال بعد كده، قارن بين الطرق المختلفة لاستقبال البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ده سؤال سهل وأنا قلته في المحاضرات اللي خدناها بإذن الله. أول طريقة لسه قايلينها دلوقتي، استخدام الموجات القناصية التقليدية اللي هي الاي ام والاي اف. انا اسف انا عايز اكلمكم على الاف ام كمان، هنا هنكمل شغلنا في السؤال الخامس، ناقش انواع الموجات القناصيه المستخدمه في البث الاذاعي والتلفزيوني. في الحقيقه نكمل السؤال، بعد استخدام موجات الاي ام في استخدام موجات الاف ام اللي هي موجات بنسميها فريكونسي موديليشن، تعديل التردد، بختار المحطه عن طريق تعديل التردد. وهذه الموجه على وجه التحديد نقيه وواضحه وصالحة للبث، لكن عيبها الوحيد ان نطاقها الجغرافي محدود حوالي 90 او 100 كيلو تقريبا من محطة الارسال، وبالتالي ممكن ترتد من الجبال ومن اشياء كثيرة وتضيع. لكن لو في ريلي ستيشن محطات تقوية ممكن تنقلها الى اماكن اخرى. الاف ام موجة مستخدمة بكثافة مش بس في الاتصال عن طريق المحطات الاذاعية، وانما ايضا في التليفونات المحمولة، وأيضا في مجال التليفونات المحمولة اللي هو تقديم برامج الاف ام يعني، وأيضا في مجال البث التلفزيوني. لكن في الحقيقة في البث التلفزيوني بنقول عليها مسميات مختلفة، نقول في اتش اف ويو اتش اف. بقصد في اتش اف هي نوع من موجات الاف ام اللي عالية التردد جدا، very high frequency، واليو اتش اف هي موجات من الاف ام أكثر علوا، الترا هاي فريكوانسي. موجات التلفزيون على وجه التحديد تعتمد على المسميات الاخرى الجديده اللي احنا قلناها من شويه، بي اتش اف ويو اتش اف، وليها قنوات معينه. يعني بي اتش اف تمتد بين القنوات الموجوده على جهاز تلفزيوننا من 2 الى 12 او الى 13، من القناه 2 الى القناه 13، بينما اليو اتش اف تمتد بين القناه 21 الى القناه 70 او الى اكتر حتى بعد كده طبقا لطبيعه التلفزيون. اذا باختصار بقول في مجال الراديو عندي موجات الاي ام والاف ام، موجات التلفزيون عندي موجات الفي اتش اف ويو اتش اف. بس الاحظ ان الموجات الاخرى من الاف ام ممكن تستخدم في التليفونات اللاسلكيه، في الوكي توكي،
اتصالات الشرطة، اتصالات الجيش، هكذا يعني. يعني مش بس كل موجات الاف ام تستخدم في الاتصالات، لا، في مجالات ضيقة إلى حد كبير تستخدم في الاتصالات، ومجالات أخرى تستخدم في أغراض أخرى عسكرية أو ألعاب الأطفال أو ما إلى ذلك. الموجات الثالثة بقى في استخدام الموجات القناصية هي موجات الأقمار الصناعية، ودي كلها بتعتمد على موجة بسيطة وواضحة، هي أقصر الموجات طولا وأعلاها ترددا، بنسميها المايكرويف. كلمة مايكرو يعني إيه؟ صغير جدا. المايكرويفز هي موجات مهمة جدا جدا جدا، ليها استخدامات محددة خاصة في مجال أخبار الاتصالات عن طريق الموجة الصاعدة والموجة الهابطة، وأيضا في مجال التليفونات المحمولة عن طريق نقل الإشارة اللاسلكية للتليفون المحمول ما بين نقطة إلى نقطة أخرى أو من تليفون إلى تليفون آخر. التلات أنواع من الموجات دول، موجات الراديو، موجات التلفزيون، موجات الأقمار الصناعية، مهمين جدا في مجال السؤال اللي هو ناقش أنواع الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني. السؤال اللي بعد كده، قارن بين الطرق المختلفة لاستقبال البرامج الإذاعية والتلفزيونية. من شوية اتكلمنا عن أول طريقة، استخدام الموجات الكهرومغناطيسية التقليدية الـ AM والـ FM والـ VHF والـ UHF والمايكروويف طبعا. الطريقة التانية في الحقيقة، أصبح في إمكان العالم الآن أن يتمتع بالمحطة الإذاعية بوضوح أفضل عن طريق أقمار صناعية الخاصة بالراديو. هناك ثلاث أقمار صناعية تدور حول الأرض بشكل رقمي، تستخدم للبث الرقمي للمحطات الإذاعية الراغبة في البث عن طريق هذه الأقمار. عيب الأقمار دي في الحقيقة أنها عايزة جهاز استقبال فضائي، جهاز راديو فضائي، ودي مشكلة في الحقيقة، لأن هذا الجهاز محتاج برضو دش صغير زي الطبق كده يوجه إلى القمر الصناعي الإذاعي، وده برضو بناء على تجارب عملناها عملية صعبة وضعيفة، لكن ممكن يستخدمها متخصصون أو الدول في استقبال البث الإذاعي من أي مكان في العالم، لأن عندها إمكانية بالفعل في الاستفادة من الراديوهات الرقمية لتذاع أعمى صناعتها شركة هايتاشي اليابانية، ثم شركات باناسونيك وسوني. الطريقة الثالثة، استخدام أقمار التلفزيون نفسها الفضائية، أقمار الاتصال الفضائية اللي هي في الحقيقة بتنقل إشارة تلفزيونية أو المحطات التلفزيونية الفضائية. يمكن أن تنقل المحطات الإذاعية كما تنقل المحطات التلفزيونية، وهناك برمجة خاصة للمحطة الإذاعية في الريسيفر، ممكن أستقبل هذه المحطة الإذاعية وأصنفها وأرتبها وأستدعيها عند احتياجي لأي محطة، بغض النظر بقى عن استخدام الموجات القصيرة أو القصيرة، وبوضوح كامل كأنها محطة أرضية FM. الطريقة الرابعة، راديو الإنترنت. الإنترنت عطى إمكانية في الحقيقة خاصة مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى استخدام محطات أو سايتس، مواقع عليه للبث الإذاعي المنتظم، وبالتالي التفاعلية الإذاعية مع المستهدفين أو مع الجمهور المتابع. الحقيقة البث الإذاعي عن طريق الإنترنت ضمن نقطة رئيسية في مجال الاتصال كنا بندعو إليها من سنوات طويلة، وتدعو عليها اليونسكو من سنوات طويلة، هو حق الاتصال. أصبح في الإمكان في الحقيقة التفاعلية الكاملة ما بين المذيع أو بين طاقم البرنامج وبين الجمهور المتلقي، هات وخد، اسمع واسمع. ده كلام كان في الحقيقة أعطى نوع من الاهتمام والأهمية لهذه المحطات اللي بنسميها محطات الإنترنت، اللي ممكن أي واحد يصنعها دون تصريح قانوني أو رسمي. احنا عندنا في كلية الإعلام كمثال محطة اللي هي اعلام اونلاين، محطة انترنت. اهم حاجة في هذه المحطات ان تكون ذات مصداقية، وعندها القدرة على استخدام برنامج يومي متكامل، وعندها قدرة على تدريب مذيعين يتفاعلون مع الجمهور، وهكذا. ده موضوع الشرح يزيد يعني. الطريقة الاخيرة او الخامسة في الحقيقة بالنسبة لاستقبال الاذاعي، واستخدام التليفون المحمول او الموبايل
في تلقي المحطات الإذاعية سمع عدد بساعة عن طريق الإفم أو البث المباشر لمحطات الإفم. كلنا عندنا تليفونات سواء سمارت أو غير سمارت فيها راديو، والراديو ده عن طريق سماعة التليفون بنوصلها عشان تصبح كأنه إيريال تستقبل محطات الإفم بوضوح كامل. الإفم ليه؟ لأن في الحقيقة الميكروفون شركات المحمول تهدف أساسا إلى تقديم بث واضح ونقي في الصوت، والإفم هي أوضح موجة عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية وضوحا للصوت ونقاء للصوت. التلفزيون نفس الكلام، في تلفزيون أرضي عن طريق الفي اتش اف واليو اتش اف، والتلفزيون التقليدي العادي يستقبل محطات أرضية تلفزيونية، وفي تلفزيون فضائي يستقبل عن طريق الأقمار الصناعية، وفي تلفزيون الإنترنت نفس الكلام اللي قلناه على راديو الإنترنت، وفي تلفزيون المحمول نفس الكلام اللي قلناه على راديو المحمول. يكفيني جدا الكلام اللي احنا قلناه، رغم ان احنا قلناه باختصار شديد يعني. 7، ناقش باختصار أهمية استخدام موجات المايكرويف والألياف الضوئية في الاتصال. الإجابة على السؤال ده في الحقيقة يعتمد على فصلين موجودين في كتاب الدكتور حسن عماد، وموجودين أيضا في الباوربوينت باختصار يعني. موجات المايكرويف هي موجات متناهية القصر، ترددها عالي جدا جدا جدا، بتمتد في الحقيقة بتغطي يعني منطقة معينة قد تصل إلى حوالي 30 كيلومتر، لكن بتعتمد في تغطيتها على وجود خط نظر وهمي ما بين محطة الإرسال ومحطة الإستقبال. لو في عوائق في الطريق ممكن تعكس الموجة وبالتالي لا تصل إلى المكان المطلوب الوصول إليه، لكن لما ببعتها للفضاء القمر الصناعي مفيش مشكلة لأن مفيش عوائق. في الأرض بقى محطات المحمول مضطرة إنها تنشئ أرايل أو محطات إرسال واستقبال على أسطح العمارات العالية، وده بيخوف الحقيقة سكان هذه العمارات من أبحاث قيلت عن تأثير الموجات المستخدمة على صحة الإنسان. لكن في كلام كتير في هذا الموضوع وما نقدرش نبت فيه علميا هل بالفعل موجات المحمول أو المايكرويف تؤثر على صحة الإنسان أو على مخ الإنسان ولا لا بالضبط. المايكرويف هو طريقة سهلة جدا لنقل الإشارة التلفزيونية من مكان إلى آخر، سواء بين محطة تلفزيونية من محطة تلفزيونية إلى جهاز حتى الإرسال الأرضي القمر الصناعي أو إلى آخره. الإشارة اللاسلكية ده المايكرويف تستخدم في حاجات كثيرة يعني. المايكرويف كمثال بيستخدم في أجهزة الطبخ، بيستخدم في أجهزة متعددة، العلاج الطبيعي، بيستخدم في أشياء طبية، بيستخدم في أشياء هندسية قياسات وما إلى ذلك. الألياف الضوئية موضوع مختلف، هو طريقة اتصال سلكية وليست لاسلكية يعني. المايكرويف طريقة اتصال لاسلكي بالموجات الكهرومغناطيسية، بينما الألياف الضوئية عبارة عن ألياف من الإزاز، خيوط من الإزاز تسمح بمرور الضوء من خلالها دون أي انحراف وبنقاء كامل، والضوء يتماثل مع طبيعة الأشعة الكهرومغناطيسية والموجات الكهرومغناطيسية. فلو أن هذه الألياف الضوئية ممكن أن تنقل الموجة الكهرومغناطيسية من مكان إلى آخر إذا بدينا الليفة الضوئية من مكان إلى آخر، وضوح، نقاء، عدم فقد معلومات في الإشارة، ده كله يميز الألياف الضوئية. والألياف الضوئية في الحقيقة تطوير كبير جدا لكل آليات النقل السلكي أو الاتصال السلكي ما بين جهاز وجهاز أو بين مكان ومكان آخر. النقل السلكي يعتمد على أسلاك النحاس التقليدية أو أسلاك اللي هي اللي احنا بنسميها الاسلاك المحورية او اسلاك الالياف الضوئية.
شركات التليفون على وجه التحديد استخدمتها ببساطة ووضوح لنقل الإشارة التليفونية التقليدية سواء تحت الأرض أو فوق الأرض من مكان إلى آخر، لأن لقيتها بتدي نقاء صوتي عالي جدا أو نقاء صوري عالي جدا، تنقل الصورة وتنقل الصوت. موجودين بالتفصيل في كتاب الدكتور حسن باختصار، وانا مش عايز غير باختصار، وعشان كده بقول لك ناقش باختصار اهميه استخدام موجات الميكرويف ولا الالياف الضوئيه في الاتصال، بيضمنوا في الحقيقه النقاء، الوضوح، السرعه، الدقه، الفاعليه. السؤال الثامن بقى ده سؤال خاص بتاثيرات تكنولوجيا الاتصال. بيقول في اطار الحرب على فيروس كورونا دعت كل دول العالم الى التباعد الاجتماعي دوليا ومحليا للوقاية من هذا الفيروس القاتل، رغم اهمية التواصل عالميا باستخدام تكنولوجيا الاعلام الرقمي، والذي اوجد كما يقول مارشال ماكلوهان القرية العالمية. ناقش هذه العبارة في ضوء كل من نظريتي التفتت والجزر المنعزلة من جهة والقرية العالمية من جهة اخرى، وضح اي نظريتين اكثر واقعية من وجهة نظرك ولماذا. السؤال ده سؤال رأي، تجاوبه من كتاب خلال دكتور حسن، جاوبه من خلال رؤيتك انت الشخصية، كل ده كويس، ياريت الدمج بين الاتنين. فيروس كورونا اللي فرض علينا الان المحاضرات الصوتية والنقاش عن بعد، فعلا كل دول العالم الان عن طريق منظمة الصحة الدولية بتدعو الى التباعد الاجتماعي باعتباره الوسيلة الأساسية للوقاية من الفيروس القاتل، رغم أهمية التواصل العالميا باستخدام التقنية الرقمية. في نفس الوقت العالم كله بيتصل الآن ببعضه، قدينا حوالي 40-50 سنة واحنا بنتصل ببعضنا عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق التكنولوجيا الرقمية. حتى كلمة العولمة أصبحت نتاج لتطور تكنولوجيا الاتصال، العولمة الاقتصادية، العولمة السياسية، العولمة الصحية، العولمة النفسية، كلمة العولمة بشكل عام هي نتيجة تقدم تكنولوجيا الاتصال القرية العالمية. هناك من ينادي بالقرية العالمية ويصر عليها لأنها في الكوارث والمناسبات المفرحة أحيانا تصبح واقعا لا جدال فيها. يعني مثلا في ماتش كرة دولي، في اولمبياد، في احتفال دولي، في خبر دولي، في حرب، في كل ده كله العالم كله يتشارك عن طريق تكنولوجيا الاتصال هذه الحالة ويتفاعل معها ويتكون رأي عام عالمي فوري ولحظي بناء على ما يراه او يشاهده او يسمعه الانسان العالمي. وده ينطبق على فيروس كورونا، كل معلومات كورونا الان وطرق الوقاية وحجم الاصابات والوفيات وما وتطور المرض يصل الينا كأننا في قرية واحدة عن طريق تكنولوجيا الاتصال، عن طريق الانترنت، عن طريق التلفزيون، عن طريق الراديو، عن طريق الصحافة رغم ان دي اقلهم استخداما. يعني المهم وسائل الاعلام كلها تأتي في مجال صناعة القرية العالمية، تصنع القرية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا. تأثرنا وتفاعلنا ونجاتنا من هذا الفيروس مرتبطة بمفهوم القرية العالمية، حتى انتشار الفيروس نفسه مرضنا مرتبط بمفهوم القرية العالمية. أنا ما بقولش إن الفيروس ينتشر عن طريق الإنترنت، لا، طبيعة مكافحة الفيروس والتواصل مع كل طرق الوقاية سواء بالعزل أو بالانعزالية معنى صح لكل دولة عن بعض عن دولة أخرى أو لكل فرد عن فرد آخر أصبحت في الحياة أوجدت في الحياة كلمة التباعد الاجتماعي، وأصبح هذا التباعد الاجتماعي ضرورة للنجاة من هذا الفيروس القاتل. في نفس اللحظة رغم من أهمية القرية العالمية نظرية التباعد أصبحت أيضا مهمة، وكأننا إحنا في جزر منعزلة، لأن التباعد الحسي أو المكاني يبعدنا عن هذا الفيروس القاتل، وبالتالي التباعد هنا يصبح أداة نجاة
من هذا الفيروس القاتل. لكن هذا التباعد لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة، لأن المجتمع البشري عشان يتطور لابد أن يحدث نوع من زي قلنا التواصل بين أجزاء هذا المجتمع. وعشان كده في الحقيقة في تناقش شوية ما بين التباعد الاجتماعي الدولي والمحلي للوقاية من الفيروس، وأيضا التقارب الاجتماعي في إطار القرية العالمية. أنا رأيي الاتنين مهمين. التباعد الاجتماعي الآن مرحليا مهم أو أكثر أهمية، لكن بعد ذلك التقارب الاجتماعي والتقارب السياسي والتقارب الاقتصادي لابد أن ينتشر ويصل بنا إلى درجة الأمان من هذا الفيروس ومن غيره، ويستطيع أن يتغلب على المشكلات التي نجمت عن هذا الفيروس. المهم ده هو سؤال وجهة نظر، يعني كل واحد يقول وجهة نظر براحته. يعني في ناس هتقول التفتت والجزء المنعزل الآن مهمة، في ناس تقول لك لا القرية العالمية هو الأكثر أهمية، وهكذا. ونحن نلاحظ دلوقتي أن في اتجاهات إلى تقليل الدعوة إلى الاندماج أو إلى التباعد. ناس ترى هذا وناس ترى هذا، رغم التحذيرات من منظمة الصحة العالمية. 9 طرح فين كروسبي في أوائل القرن الحالي 3 مراحل لتطور الصحافة الإلكترونية. ناقش هذه المراحل. ده أسئلة تقليدية وأسئلة موجودة بالنص من المذكرة، ترى مش هنقعد فيه وقت طويل. هنراجع المذكرة بتاع الصحافة الإلكترونية، هنلاحظ إن فين كروسبي اقترح في 2001 3 مراحل لتطور الصحافة الإلكترونية. طبعا دي مرحلة عدناها لكن هي كانت موجودة، وده سؤال سردي. سؤال بعد كده، أثبتت الأزمة الصحية العالمية الحالية أزمة فيروس كورونا. في رأي بعض الباحثين تميز الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية. ناقش العبارة السابقة موضحا عناصر تفوق الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية. السؤال ده برضه مباشر من نفس المذكرة، ما يخدكمش كلمة كورونا، هو ده مرتبط في الحقيقة بأن كورونا قدرت تخلي الرأي الذي يقول أن الصحف الورقية إلى انتهاء أو إلى تلاشي رأي أقوى. الناس تباعدت وابتعدت عن الصحف الورقية نظرا لحظر التجول، نظرا لأزمة أن كورونا نفسه فيروس قد يلتصق بأي سطح ومن ضمنها سطح الجرائد، وبالتالي ممكن تشتري جورنال يكون عليه فيروس وبالتالي تعاني. وعليه ده كله عندنا الصحف الورقية وضع نفسها في مجال الإعلام الإلكتروني واخدة سايتس على الإنترنت، فممكن أقرأ الصحيفة من خلال التليفون المحمول الخاص بي أو خلال الكمبيوتر أو التابلت. وبالتالي أصبح في الحقيقة الصحافة الإلكترونية أكثر تميزا وأكثر حضورا بسبب هذا الفيروس على الساحة من الصحافة الورقية. لو دخلنا في العبارة دي المقدمة، لكن في الحقيقة عناصر تفوق الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية متعددة. أولا التكلفة، تكلفة إنشاء الصحيفة وتكلفة استخدام الصحيفة أو قراءة الصحيفة أقل بكثير جدا في الحالتين، حتى لو بعض الصحف وضعت نفسها مشفرة على الإنترنت، أغلب الصحف وضعت نفسها مفتوحة على الإنترنت. نمرة 2، طبعا أنا كاتب في المذكرة كلام كتير جدا، يعني أنا هقول على أبرز الكلام. إنتاج الصحيفة نفسه أصبح مختلف، مش محتاج قاعات للمحررين وأماكن للمطابع، ده كله مش محتاجينه كصحافة ورقية. أنا محتاج فقط غرفة وكمبيوتر عشان أنتج صحافة إلكترونية وحطها على النت. تطوير الخبر أو الموضوع الصحفي من طبعة إلى طبعة، كنا بنعمل طبعتين أو 3 طبعات في الجرائد كبيرة، دلوقتي أنا مش محتاج لهذه الطبعات، لأن عن طريق الصحافة الإلكترونية ممكن أطور الخبر لحظيا، أعمل 10 طبعات في اليوم الواحد. نمرة 4، إضافة الصور المتحركة إلى الصورة إلى الصحيفة. كان صعب جدا أو مستحيل إضافة الصورة المتحركة إلى الصحيفة الورقية، لكن دلوقتي الصحيفة الإلكترونية أصبح فيها صوت وصورة متحركة وصورة ثابتة وكل عناصر الإبهار والتأثير، وهكذا. كلام كتير جدا بيتكتب عن الصحافة، تميز الصحافة الإلكترونية عن الصحافة الورقية، أرجوكم طلعوه في مذكرة الصحافة الإلكترونية. السؤال الأخير، ناقش أثر التغيرات التكنولوجية الحديثة على مهنة الصحافة. في الحقيقة السؤال ده مرتبط إلى حد كبير بالسؤال السابق، لكن فيه شوية تغيير. أول ما اخترع الكمبيوتر
استفادت به الصحافة عن طريق برنامج سوفت وير من سمية نشر المكتبي. قدر المخرج الصحفي بدل ما يعمل إخراجه للصحيفة يدويا قدر يعملها على الكمبيوتر، يدخل كل المادة الصحفية والصور إلى الكمبيوتر ويقيس ويظبط ويغير لون الصورة، يصحح الصورة، يعدل البنط، حجم الحروف، يكبره ويصغره، ده كله عن طريق الكمبيوتر. فأصبحت في الحقيقة من سكرتير التحرير الصحفي أكثر سهولة. أيضا أصبح المندوب الصحفي مش مضطر إنه هو عن يأتي للصحيفة ليقدم موضوعه أو ليقدم خبره، يمكن عن بعد التواصل مع الصحيفة عن طريق موقع الإنترنت وبلاغها بكل تطورات الخبر أو الحدث أو الموضوع الصحفي. ممكن من البيت يقوم بمهمة المندوب الصحفي إذا أو الكاتب الصحفي معنا صح إذا كان هذا يصح، يعني قبل حتى استخدام الإنترنت للتواصل عن طريق الصحافة الإلكترونية كان هناك تطورات تكنولوجية أسهمت في الحقيقة في تطوير مهنة الصحافة الورقية. بالإضافة إلى الكلام اللي احنا قلناه ده، هنتكلم برضو عن الصحافة الإلكترونية أو الصحافة اللي هي موجودة صحافة الإنترنت. أشكركم وبإذن الله نلتقي بخير في الامتحانات وكل شيء بإذن الله يكون سهل وموفق لي. بقولها مرة تانية، نختار الأسئلة الأسهل بالنسبة لنا اللي عندنا معلومات فيها قبل ما نبدأ الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.